السلام عليكم. السلام عليكم. صحه وراحه كلاص بهذاك تبارك الله عليكم. السؤال ديالي لكم هو هو الحلم ديالك ملي كنتي صغير؟ بغيت نولي بيلوط. اسف ما سمعتكش مزيان. بيلوط. بيلوط. وانت يا انا اخويا كنت باغي شي وظيفه على قد الحال اللي نسير بها اموري ونهز بها العائله ديالي وندير بها مستقبلي ووليدات. الكيرا خرجنا من القرايه من الكطريان كاع ماشي تطورنا في شي حاجه. علاش خرجتي من الكطريان؟ راك عارف الظروف وخاصك تعاون والديك وما عرفتش شنو هو. سير عارف. وانت اخويا اش حقق الحلم ولا مازال؟ باقي صغير. فوالا. يعني غادي الحلم كيتحقق. غادي مقاتلين معاهم شويه. فاش كتقرا؟ خلاص 5 مثلا. 5؟ الله يوفقك. امين. تبارك الله عليك. السلام عليكم. سلام. الحلم ديالك ملي كنتي صغير اخويا؟ وما كاينش الاحلام في الصغر. ضروري. شكون الحلم ما يكون عندك؟ ضروري. وإلا كنتي كتقرا كتحلم تكون شي حاجة، ما كتقراش ما كيكونش عندك حتى شي حلم. لا في الدراسة ضروري ما كتحلم كتكون. كناش كنقراو في ديك الساعة. ما كنتش كتقرا في الساعة. الثمانية دابا كنتش تقراها. دابا كاين شي حلم ولا والو. دابا الحلم هو الفلوس باش تعيش. صافي. صافي. تبارك الله عليك شي من الآخر. السلام عليكم. عليكم السلام. بالصحة والراحة بهذاك. الله يعطيك الصحة. يا مهرة الله يحفظك. بسم الله. الله يحفظك بالصحة والراحة. قول لي الحلم ديالك ملي كنتي صغير. الحلم ديالي كنت كنقرا. نخدم ندير بلاصتي في مع الدولة طونوبيل شي داري تزوج بشي بنت الناس. هذا هو حلمي مش كنت صغير. اش حقق ولا مازال؟ باقا حتى حاجة باقينا كنضربو تشامارة باش نوصلو لهذاك الحلم. يعني ان شاء الله غيتحقق بإذن الله. ان شاء الله لا بغى الله. مزيان اخويا. نديرو شي حاجة خايبة. مزيان برافو عليك. حنا فهمتي ولاد الناس ولاد عائلة الحمد لله. هادشي اللي كاين اخويا. تبارك الله عليك اخويا. شكرا. السلام عليكم. خويا بخير. الحلم ديالك ملي كنتي صغير؟ الحلم ديالي انني نخدم ندير دار شأنا نخشش مع الدولة فهمتي. ولكن كاين والو من داكشي. واخا تقرا واخا يكون عندك 20 ديبلوم في هذا المغرب ما غادي دير والو. علاش؟ حيتاش ما كاين لا خدمة لا والو. هما كيستقبلوا بنادم من اوروبا سينيغال كيجيو يخدموا هنايا. علاش؟ على ديك قبل ديك بونجور صافا خويا بخير خويا كومونتي طابيل هادي يخدم معاه هو. وشنو غادي يدير بك نتايا؟ مالك انت ما حافظتش كومونتي طابيل؟ ما حافظتش صافا عليك؟ ما اي حاجة نقولها ليه بالفرونسي. علاش حنا ما نخدموش في هذا؟ شنو النيفو ديالك؟ النيفو ديالي قريت حتى 5. 5؟ اه. الله يسهل لك امرك اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش باك الله عليك؟ الله يبارك فيك. لاباس؟ الله يحفظك. الحلم ديالك ملي كنتي صغير؟ انا الحلم ديالي بصراحه كان الحلم ديالي يعني كنت غادي في لونطاي ما كان الحلم ديالي ما نكونش بطل وهادي ما كملش الله وصافي. بطل ديالاش؟ بطل كاراتيه في كونتا. يعني ملي كنتي صغير كنتي كتريني تبارك الله مزيان؟ كنتريني تبارك الله والله. وشنو هو اللي خلاك باقي ما حلمتش ما حققتش الحلم ديالك؟ العمل وفهمتي العمل وكذا والظروف فهمتي كلها والظروف ديالو. لا ولكن العمل راه ضروري ما يكون عندك واحد الوقت اللي انك غتمشي تريني. فريمون كنت فهمتي فريمون كنت كنتريني. ولكن ما فهمتي يعني ما مكتبش لي انني نكمل فيها وصافي. يعني الظروف ديالك ما خلاتكش انك تكمل. ميدالي فهمتي بعيد على الدار وهادي فهمتي. الله يوفقك حبيبي. امين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. خويا لاباس؟ لاباس الحمد لله. اللهجه ديالك ماشي مغربيه. جزائري. 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 مرحبا بك. بارك فيك ان شاء الله. كيواران كيما كازا. تقدر تقول هكذاك بصح حنا انا من بوسعاده من الجنوب تاع الجزائر. مرحبا بك شباك الله. ان شاء الله. السؤال ديالي لك اليوم هو الحلم ديالك ملي كنتي صغير؟ الحلم ديالي ملي كنت صغير اني نحب ندير السياحه. ومن بعدها نهار اللي كبرت وقريت في الجامعه لقيت واحد التخصص في الجامعه انه يتيح لي باش نقدر ندير السياحه وهي نخدم في البواخر. والحمد لله دوك نخدم في الباخره وراني ندير السياحه اللي كما نحب هنايا. يعني الحلم ديالك تحقق؟ الحمد لله ربي. مبروك عليك اخويا. بالتوفيق مع عند ربي سبحانه. مبروك عليك الله يوفقك. امين اجمع ان شاء الله يعطيك الصحه. بارك فيكم ان شاء الله. امين اجمع ان شاء الله. السلام عليكم سيدي بخير. لاباس عليك. الله يحفظك خويا. نسولك السؤال ديالي اليوم هو شنو الحلم ديالك ملي كنتي صغير؟ شنو نقول لك؟ اي واحد كيكون عنده حلم ديالو في حياته من نهار كيكون ملي الله كيعقل على راسو فهمتي تيبدا كبار و تيرياليزي شنو هو اللي كيدور حداه وهذه. دونك بالنسبه لي انايا ما نقدر نقول لك على انني كان الحلم ديالي على انني نخرج من هذه البلاد هذه. نتكلم على اي اوبورتونيتي في شي بلاد اخرى فهمتيني اللي تقدر تقدر لي كومبيتونس اللي عندي ولا شي حاجه ولا كما غنقولوا حنايا هذوك لي طالون اللي عندك تقدر انك تانفيستيهم في شي حاجه مع ناس اللي غيقدروا وغيعطيك قيمه لي كومبيتونس. دونك بالنسبه لي انا هذا هو الحلم اللي كان عندي.
هذا كيحقق ولا مازال؟ الحمد لله دابا خدام عليه وبور لانستون ان شاء الله خدام عليه ويكون خير ان شاء الله. شنو كدير في حياتك؟ بور لانستون انا خدام مزيان الحمد لله. الله يوفقك اخويا. ميرسي.